مرحبا بكم في هذا البرنامج ديال مكرم حسون. غادي نبدا عاوتاني حلقه جديده معنا ديال البرنامج ديال سلاكتيرا. هذه العباره هي جد مميزه زوينه صراحه. مهم نبداو ستاج الاول، لان ستاج الاول وستاج الثاني سهلين، دوك تيكونوا مع البدايه تيكونوا نتوما بالنسبه لكم خصكم تلعبوا. خليني انا غادي نبدا نيشان بالستاج الثالث. يلا على بركه الله نبداو. هادو تعطيوكم غير داكشي ديال داك تريغل فيها شي حاجه، تعطيوك الاولى داكشي اللي اختاريتي لي سلاكس ديالك. نقولك تختار ثلاثه، لو كومبانيون ديالك خص يكون واحد، جايك تكون البطل ديال الفيلم اللي هو سميتو شين. يا هاي مكتوبه هنايا في لي كومبانيون، يقول لك اختار هنايا في بلايستر سليحة بيس لاغز ولي زغمور. هادو اشياء تتكون بسيطة ضرورية. سمحوا لينا الا سمعتو شي صداع في ملي لنا كاين واحد شويه ديال هادو سميتهم لي بروفيزيون. هادو ديال هادو تيساعدوك على اللعب باش تلعب مزيان ما تصدعش باقي. يلا حنا ندير كومونسي كومونسي. انت تلاحظوا ان الحلقه بدات كما رايتم. Nous avons un autre obstacle ici. Débarrassons-nous. Nous avons une photo de la dernière fois. C'est très bien. Vous le chargez. Tirez. Ça va. Je vais charger un d'accord. Je vais aller à l'échelle. Maintenant, cloche la charge. الاعداء ديالك كرام ديو غشارج. شوفوا هنا في الخريطة تقول لك تعطيهم 100 درهم 100 عندي شانا لانني عاد بديت لعب. شوفوا هاد المنطقة الصفراء هي اللي تقول لك خصك تمشي ليها، وهاد المنطقة الخضراء هي فين كاين لو كومبانيون ديالك صديق. ما شي هما دوك النقاط الحمر اللي كاين هنايا في هاد الخريطه، هنايا هنايا في الجنب من التحت. ها هو لنا واحد خيمه. اذا ضروري لنا حقيقية قليلة كأس البرنامج كما هذاك البرنامج ديالهم اللي تيكون تيدي فيها الحيوانات الأكبر ديال البرنامج. ما عرفتش الاسمية ديالها، ولكني قناة ديال الأطفال راه كان تيدي فيها البرنامج ديال هاد اللعبة. Mm-hmm.
Saarel. عندنا نقص حاد في الدم. معرفش انا صراحة في نواة الكومبانيو خصنا نمشي فريق عام راه غير بدا او غير خلينا الى كان شي طيب اليا لا خريطة لان كان صراحة ما عرفش الطريقة اللي خصنا نمشي منها انا ما فهمتش وعلى خريطة خصنا نمشيو اذا مليح بالمركبة مع الأسف مع الأسف انهم غير جنود بسط راه مصعب واحد دقيقة واحد شوية وصلنا للمكان ديالي وبهذه الطريقه غادي نكونوا ربحنا لا ميسيون وكيعطيوك معها الفلوس وكيمكن لك دوز ستاج لاخر سيداتي وسادتي هكا غادي تكون الحلقه ديالنا سالات تابعونا الحلقه الجايه غادي نمشيو لابيزود 2 وان شاء الله دمتم على خير والسلام عليكم.